بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة بيسأل بيقول أنا معماري خبرة 4 سنين وبقالي سنة في الإمارات شغال في مكتب صغير، حبيت أطور نفسي، حصلت على شهادة البي كيو بي والليد اي بي ونقدر على فرصة شغل تانية إن شاء الله، بس الحقيقة قلقان إن أنا أنغمس في الاستدامة وأنسى العمارة كتصميم وإنذار معماري، فهل في تعارض بين المجالين خاصة إن مكتب استشاري كبير خاص بالاستدامة كلمني وقال لي الشغل مش هيكون عمارة كله استدامة بس، هل التخصصية للدرجة دي هتكون أفضل ولا أدور على فرصة أكون متاح فيها الاتجاهين؟ طيب حضرتك بتحب إيه؟ تمام؟ يعني هو الإجابة مش لكل الناس آه أو كل الناس لأ، لأ أنت حضرتك بتحب إيه؟ هل أنت بتلاقي نفسك في الاستدامة ولا بتلاقي نفسك في العمارة؟ خلي بالك يا ميول، فمتبقاش أنت قاعد طول اليوم الوقت كله شغال في شغلانة وأنت مش بتحبها. فممكن واحد مثلا بيحب شغل الموقع، تمام، انا مش من الناس اللي بتحب شغل الموقع، هو بيحب شغل الموقع بيبقى مبسوط فيه وهيقدر يبدع فيه وهيقدر يبقى كويس فيه وهيقدر يبقى مبسوط طول اليوم في الموقع. فالفكرة ايه الحاجة اللي حضرتك بتحبها؟ لو انت بتحب العمارة لا خلاص كمل في العمارة. طب لو انت بتحب الجزء بتاع الاستدامة وتبقى مبسوط بيه ومبسوط ان انت بتعمل الليد او الجي تي اس الحاجات ديت، خلاص ممكن تروح هناك، وممكن لو ما عجبكش الشغل في اي وقت تروح شركة تانية. يعني اصلا بيبقى في فترة اختبار في اي شركة 3 شهور من غير عقد ولا حاجة، بتبدأ تروح تشوف الشغل، ودي للاتنين يعني مش للمكتب بس، المكتب بيقول لك 3 شهور اجربك، لا وانا 3 شهور اجربكم، وممكن خلال 3 شهور دول ما عجبنيش الشغل معاك وروح سيبكم وروح ماشي، تمام. فهي الفكرة كده، فانت شوف ايه الحاجة اللي تحبها وكمل، تمام. وممكن لو انت شايف الاتنين بتحبهم خلاص يبقى اشتغل في واحدة فيهم اللي انت حاسس انها هتستفاد منها علما وماديا وهتبقى مستريح فيها نفسيا، وبعد الشغل لو جات لك اي سبوبة او جات لك اي حاجة ما تقبلش الحاجة اللي انت شغالها الصبح وشغل حاجة تانية اللي انت بتحبها بالليل. يعني فرض ان انت طول اليوم الصبح شغال استدامة، تمام، وجات لك حاجة تانية استدامة بالليل، لا بقى مش اليوم كله، خلاص انا بالليل دي مثلا خليها العمارة بحيث ان انا ايه امارس الحاجة اللي انا بحبها برضه، تمام. فهي دي وجهة نظري، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله.